وزيرك وزارة وحبر الشضاء يتعلن تسرى الدولة بنتلان بروفيسور أبشر أو يوسف عيسى أيال غوصر دوية مدارك الديارة هي مقالة تنقر وعاصمة الدولة بنتلان بعض وحبر الشضاء بنتلان هي هيدا حكت الله بنتلان دانك وحبر الشضاء أيا وزيرك عسل وزارة وحبر الشضاء وغورتي قرون كالديارة هي قرون هل كاس وزيرك وكوك عن قاضي دمان انت هل كاسي كسو دويسي محمد عبد العزيز محمد رصاص أيا ورقة إننا إيجية سودوينتا وزيرك عصوبة وسارة وحبرشادة يتعلين تسرية دولة بنتلان دكتور أبشر أو يوسف عيسى أي وحقيقة يبقلي مسؤولين كترسان صديح دقلاء دولة بنتلان يشعبوين كترسان شعب كدقن مقالة قروية عاصمة دولة بنتلان كواسي وكو سودوية قرون كديارة هاي مقالة قروية وزيرك عصوبة وسارة وحبرشادة يتعلين تسرية دولة بنتلان أي قيبك أها إسكوشاندين قلها حكومة دولة بنتلان ودوان كسمية مدحوينها دولة بنتلان وزير كوحوغانك وسارة وحبرشادة يتعلين تسرية دولة بنتلان دكتور محمد علي فارح أي وزير كوكسو دوية دالكا شاقان إن قونتي سايباهي وينو قبتي وسارة وحبرشادة يتعلين تسرية إنتا قونتا دالبيسا وزير كوسارة وحبرشادة يتعلين تسرية دولة بنتلان دكتور أبشر أو يوسف عيسى أي وقام هاد عليا مدحوينها دولة بنتلان يكوحوغانك سحلك وزير نمو اللو ديباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو قوه الرئيسة وحنا لك السلام قالي هو بس وجدين أيها وإنها بدنا عن الدولي يسقوا يقوم مع موصي تجد عس وسارد وحفر الشظا يبر بارنت هي تعليم تصرع وحنا لك على يا هي بس يشرف الله كسارو بيت البعض هلك وحنا سلام وين بس وجدين أيها تبكية ضر رمضان سيد جري وسيرو وسيرو كتجين ما ريال عندي ما إنه دقوينا كله وشرف له وبيسوي له ويجرون كا جروا ويه سلام بان لا تكسر قدي بان فيها جنا إن شاء الله أنو جرايا وحين تاي دير ورأسينا يا إن حنكاي بمجاله إن لبدا قول يا توين سيتي لبدا مجاله مطعناها سيم هول في مينيابوليس قرب جوك تحل كاكونول intee tiril leegihiin waxay soo fareen salaan inaan ka soo gaasiyo dawladda iyo shacabka Puntland salaan qaliye naga gaarsiibay yiraahdeen salaanta way soo gaarsiiyay mid labad waxay ii ballan qaadeen inay nala shaqeyn doonaan waayo waxyaalo badan baan uga baahnaanayna siiba xagga tacliinta taana waxay yiraahdeen diyaar baan leenahay labada arrimood madaxweynaha dawladda Puntland ayaa dhawaan isku shaandheen ku sameeyay golaha xukuumadda dawladda Puntland mudanayaal magacaabis xubno cusub oo ka qayb noqday golaha xukuumadda dawladda Puntland maxamed rasaas Puntland tv